السلام عليكم ورحمه الله. هذا النهار غادي نوريكم واحد الطريقه ديال الكسكسو منين تنصبو، يعني منين تنغرفو الكسكسو كيفاش. غنوريكم واحد الطريقه وكنزيدو فيه واحد الاشياء اللي هي تجي بنينه الصراحه، غادي تبقاو معنا من بعد ما طيبت الكسكسو. يعني ما وريتلكمش طريقه، تبارك الله كاين بزاف الناس تعرفوا الطريقه. المهم ان شاء الله المره الجايه نديرو الطريقه. هنا في هذه البريمه انا نصبت كل شيء، درت الدجاج لتحت والخضره ودرت الكسكسو الفوق. ها المريقه ديالي كيفاش جات، غادي نطفيو عليها، جات خاتره وزوينه. يعني درت داكشي ديال دو بيرسون، جوج ديال الناس. دابا غادي نوريكم الحاجه اللي بغيت نوريها لكم. تنجيو لهاد الغطير هذا، تنخويو فيه الكسكسو ديالنا. انا غادي نصب في الطاجين. يعني جوج ديال الناس، الا كانوا جوج ديال الناس الانسان من الاحسن في عود ما يدير داك القصعه، كاين اللي تيشتهى ياكل في القصعه ديال يعني ديال الطين. انا تندير في الطويجن جوج ديال الناس. انا اللي غادي نوريكم واحد الصديقه ديالي كانت ورات لي واحد الطريقه تيجي بنين صراحه الكسكسو، تيجي رائع وتيجي فيه واحد المذاق. ربما كاين اللي غيقول لا انا وعلى وادي، كل واحد تيدير له شوا ديالو. اللي بغى يجربها مرحبا، اللي ما بغاش يجربها توا مرحبا، لان كاينين شي ناس كل واحد الله يهديهم. تمني تيكون شي واحد مثلا تنطيبوا واحد الحاجه وتي الانسان ما تيبغيش ياكلها، ولا تيقول لك كاين شي وحدين تيقول لك اخ ولا ما تناكلهاش ما عنديش معاها، لان عمر النعمه ديال الله هي اللي ما عندهاش مع داك الشخص نفسه. وزيدون ما عمرنا من الادب، ما عمرنا ما نقولوا شي حاجه نكونوا تناكلوا. انا هاد الميساج هذا وجهته او ميم طون ماشي وقته، ولكن وجهته لشي ناس. كاينين شي ناس تيقول لك لا انا اخ ما تناكلهاش باخ كدا. المهم داكشي هذاك السلوكيات اللي هي ما مزياناش، ما صالحاش في الادب ديال الاكل. وربي هذه النعم ديال الله الحمد لله عليها، لان كنا تلعبوا بالدلة حتى لقينا بقينا ما كنلقاوش الماء باش نسقيوه. المهم هذه الطريقه اللي غادي نقول لكم، وهي منين تيطيب الكسكسو ديالنا وتيتسالى وتنبغاو نديروه ونصبو يعني باش نتغداو، تنديرو شويه معلقه ديال السكنجبير ومعلقه ديال الفلفل الاسود ولا الابزار. وجربوا هذه الطريقه رائعه الصراحه، تيجي فيه واحد المذاق، واحد المذاق تيجي زوين 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 فيه وديك الريحه. كاين شي اخواتي ممكن تقول لك لا خصنا نطيبوا الابزار، راه ما تيدير حتى شي حاجه، تيجي داك المذاق فيه. انا وريتو لواحد الاخت ديالي وصاحبتي، تنقولها اخت لان اخت في الاسلام، ورات لي هاد الطريقه. هي واحد الصديقه كما قلت من الصفر كانت ورات لي، قالت لي دير هاد الطريقه، دير معلقه ديال السكنجبير ومعلقه ديال الابزار من باء مني غتبغي تصبي هانتوما. ولكن هاد الطريقه والله وجربتوها الا تيجي رائع وعلى بركه الله. دابا غادي نصبو في الطويجن ديالنا. من بعد ما درنا الكسكسو ديالنا في الطويجن، دابا غادي نبقاو نديرو الخضيره ديالنا على بركه الله تعالى، ونديرو اللحم ولا الدجاج، كل واحد يدير لا كونتيتي ديالو في هاد البلايصه. ومن بعد ما درنا الدجاج ديالنا غادي نبقاو نستفو الخضيره كما العاده. ومن بعد ما سقينا، من بعد ما درنا الخضيره ديالنا في الطويجن، دابا غادي نصفيو. هنا درنا القزبر اللي كان عندنا كنعقدوه كما العاده. وهنا الخضيره ديالنا ديال جوج ديال الاشخاص باردون سمحوا لي. وهنا درنا واحد المزوده على حساب كل واحد، اللي كياكلها يديرها، اللي ما تياكلهاش ما يديرهاش. ودابا على بركه الله غادي نديرو المريقه ديالنا. ومن بعد ما سقينا كل شيء، ها الطواجن ديالنا ديال الكسكسو تيجي رائع الصراحه. جربوا داك الطريقه ديال السكنجبير والابزار، تيجي زوين وبصحه والراحه للجميع.